بدنا نحكي بدنا نقول بدنا نخاطب كل العقول في كل شارع وبكل بيت في قصة شي مو معقول. هي صاحبنا أبو عبدو وهي جارو أبو حدو بدن يحكوا لنا شو عندن كل يوم عندن قصة وقول. هي صاحبنا أبو عبدو وهي جارو أبو حدو بدن يحكوا لنا شو عندن كل يوم عندن قصة وقول. قصة صغيرة وفيها عبرة فيها فرحة وفيها عبرة يا ربي تنصر هالثورة وخلصنا من هالمجنون. قصة صغيرة وفيها عبرة فيها فرحة وفيها عبرة يا ربي تنصر هالثورة وخلصنا من هالمجنون. لك شو هالأبو قاسم هاد؟ والله كان رح يروحنا. قال أول ما يصل الشرطي حط له 20 ليرة. لا وشو كمان بيقول له للشرطي خذوا ارفعوا فلقة، والشرطي تقول من خور فكان كلمة بتفهم عليه وعشرة ما بتفهم شي. أبو عبدو الغالي، ألف ألف الحمد لله على سلامتك يا حبيب. أهلين، وشك ولا ضو القمر؟ صدقني اشتقت لك. لك تعال بعد عني، خليك عندك. شبك يا زلمة، شو صار لك؟ لا تقرب مني، مفكرني ما بعرف. ما في شي بيتخبى بهالحارة يا مكورن. هلأ هيك يا أبو عبدو؟ بس بدي أفهم مين اللي قالك إني مكورن؟ ما في داعي تعرف مين، بعدين كل الحارة بتعرف. لك هي الحارة ما بيتخبى فيها شي. لك أنا بس حسيت بشوية أعراض. ها وهي قلت بعظمة لسانك. شو قلت لحالك؟ أبو عبدو ما بيعرف وما صار له كم يوم طالع من الحبس. يلا يا ولد ليش لحتى ما قعدي؟ لك أنا بعرفك منيح. الله يسامحك. لك أنت خليني أحكي لك القصة بالأول وبعدين أحكم. أحكي لشوف بس وينك؟ لا تقرب، احكي من عندك. ولا اقول لك استنى عندك بس لفوت على الحمام شوي. اوعى تروح. ماشي يا ابو حدو، انا بفرجيك. شو هالزلمه هاد؟ من غير شي عقلاته على قده. هلا وبعد هالحبسه بيكون ما ضل عقل بالمره. لك وين راح هاد؟ والله طوال. خود هدول كفوف وكمامة، خود البسهم وتفضل احكي عم بسمعك. اول شي مزبوط حسيت بالاعراض. ها شفت شلون بلشت تظهر الاعراض عليك؟ كمل. ايه بس حسيت فورا انا حجرت حالي بالبيت. اول يوم قلت بكون بس رشح، بعدين حسيت اني راح اقرب كثير. وبعدين اكيد صار معك ضيق تنفس ما هيك؟ بلا بالليل حسيت انه نفسي صار يضيق. وبعدين استنيت لحتى يطلع الصبح مشان اروح اعمل مسحة، وهيك بقطع الشك باليقين. لك خلصنا بقى وعملت للنفخة؟ لك مسحة يا ابو عبدو اسمها مسحة. هلأ مسحة نفخة، المهم نفخت لي قلبي. كمل وبعدين. ايه ولا قبلين حملت حالي من الصبح ورحت عملت نفخة، قالوا لي بعد يومين بتطلع هالنتيجة. ايه ولوقتها لازم احجر حالي بالبيت، وهن بيبعتوا لي النتيجة على هالجوال. الجوال؟ ايوه. وقعت لحالك يا ابو حدو؟ خير شو صار لك؟ شبكة كهربت عسيرة الجوال. تتذكر وقت اخذتني الشرطة هداك اليوم؟ ايه. وقتها لا عاد لقيتك ولا عاد لقيت الجوال، انتو اتنين اختفيتوا. لا يا ابو عبدو. لك انا؟ ايه انا ما اختفيت. لكن وين رحت؟ اطلعت بالمحل ما عاد لقيتك. انا بس كنت بدي افهم شو القصة، لتكون عامل لك شي شغلة تروحنا فيها. صدقني والله ما بتحمل. شي شغلة قلت لي لكان؟ ايه شي شغلة. بعدين شو هذا الجوال اللي قدامك على الطاولة؟ هذا مو جوالك؟ ام بلا جوالك. لا يا حبيبي مو جوالي، هذا الجوال اخذته من ابني. لكن شو عم احكي لك؟ صار لي ساعتين انه جوالي انسرق. معقول؟ اسمع يا ابو حدو، اذا كنت عم تمزح مشان تخوفني ترى الشرطة قامت بالواجب واكثر، يعني ما في اكثر من هيك رعبة. لك معقول تكون شاكك فيني انا؟ لك انا صاحبك، بتعرف شو يعني صاحبك؟ اصلا انا اكثر واحد زعل عليك بهداك اليوم. هاي إذا في حدا غير زعل عليك. قلت لي زعلت علي؟ واضح كتير. ما أنت كان هروبك أسرع من الصوت. بس ملحوقة معلش. لا ليش تأخروا هدول؟ هلأ أنا هربت بسرعة الصوت؟ معلش يا أبو عبدو، بس الحبس كان مفيد لأنه بخليك تتذكر شغلات كتير بتكون نسيانة. ولك أبو حدو؟ نعم. الله ينعم عليك. تتذكر ال10 ليرات اللي أعطيتك ياهم بالمحل عندك؟ وبوقتها كان بدك ترجع للزلمة وأخذتها مني مشان تكفيله، تذكرت؟ 10 ليرات؟ أي 10 ليرات؟ صدقني ما تذكرت.
إلا كان هيك شغلات ما بتتذكرها. أي خير خير، شبك بعبده. لك درسي صار يلمع علي، العام في كل فترة بيعمل هيك فيني. لك 100 مرة قلت لك روح على هالدكتور خلي يشوف لك إياه. قلت لي على الدكتور لأنه الدكتور ببلاش ما بده مصاري. هلأ المهم اتذكرت ولا لا؟ لا ما اتذكرت، بس مو محرزة، مو بيناتنا بعبده. لا يا حبيبي بيناتنا، وقتها كانت الدنيا مسويات، وأخذ الزلمة من عندك علبة شاي وقهوة ونص كيلو جبنة مشللة. اتذكرت ولا لا؟ لا 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 ما اتذكرت. شبنا بحده؟ لك الزلمة اللي كان لابس بنطرون أسود وقميص أسود وكان عمره شي 30 سنة، لا تقلي ما تذكرته. صدقني يا أب عبدو عم حاول. ما تذكرت مشي يا أب عبدو. لك شو مشي ما مشي، شو صار لك أنت؟ لك شو هالذاكرة تبعك؟ العمى شو مسطول؟ السلام عليكم، كيف الشباب؟ وعليكم السلام. أهلين أبو سعيد، جيت بوقتك. خير؟ تتذكر من فترة وقت كنا رايحين نسهر عندك وعم نستنى أبحده لحد يسكر، وبعدين إجا شاب اشترى من عنده وأخذ مني مصاري، تذكرت؟ إيه أنا اللي بتذكر، بوقتها أخذ منك 10 ليرات لحتى يرجع له للشاب، بوقتها زد له الشاب 10 ليرات وأخذ منك. يا عيني عليك، صار لي ساعتين عم ذكره لهالمنظوم وما عم يتذكر الأفندي. أنا رح ذكره، بوقتها كان معه ابنه الصغير وخرب لك المحل وهو عم يحوص ويمد إيده هون وهون، وكنت رح تضربه شوي تاني، أكيد تذكرت. كصدقوني يا جماعة ما تذكرت، إيش وساوي يعني ما عم تذكر؟ لك يا زلمة اللي عجبك موتوره وصرت تسأله إذا بده يبيعه الموتور الأحمر البارت كمان، هاي ما تذكرت؟ صار لي سأل شي 100 واحد على ماتور، ايش بدي اتذكر؟ لا اتذكر ايكي ما اتذكرت. لك شبك انت، معقول ما تذكرت؟ اتركه ابو سعيد اتركه، هلا رح يتذكر كل شي. وينهم هدول؟ لك معقول خربطوا بالعنوان؟ اتأخروا كتير، شو رأيكم تعالوا نوقف برا احسن؟ ايكي مين هدول بتضل تقول تأخروا، اذا موعد حدا خلينا نمشي. لا لا شو موعد حدا، ما موعد حدا، ما في شي، بس بعد إذنكم دقيقة، بس بدي فوت غرضين من برا، خليكم هون دقيقة واحدة. مرحبا يا أخ. أهلين. لك مو هاد محل فلافل طعميني وعلى المشفى وديني؟ إيه هاد هو، بس مو على المشفى وديني، على المشتل وديني. عالمشفى عالمشتر ما بتفرق كتير، المهم في حدا خبرنا انه في هون واحد مكورين. وينه؟ مين هاد؟ المشتل المكورين وينه؟ هيكو جوا عندي بالمحل، بس هو قال ما بده يروح، حابب يضل برات الحجر. ايوه قلت لي حابب يضل برات الحجر لانه على كيفه الشغله. شوفي هيكو هذا هو، بدكم مني شي بالاذن انا انصرف وانت تعال اطلع معنا. شوفي لوين بده يروح؟ اطلع بلا كنت تحكي احسن له. لوين اخي؟ لوين بدك تطول بالك يا اخي؟ على المشتل. لوين يعني؟ على الحجر. ليش شو ماله؟ شو صاير معه؟ اطلع وحاج تحكي كثير. ايه انا ما دخلني. اطلع احسن ما اجيب لك الشرطه. ها ايه جيبوا له الشرطه، يستاهل هذا ابو حده. والله راح تتذكر منيح عندهم يا ابو حده. وهي خلصنا من ابو حده كم يوم. لك ابو حده وين اخذينه لابو حده؟ ليكني يا منظوم. ولي هيك يا أب عبدو بدك ياهن ياخدوني لكان، وهي أخدوا أب سعيد. ولي راحت عليك يا أب سعيد. بدنا نحكي بدنا نقول بدنا نخاطب كل العقول، في كل شارع وبكل بيت في قصة شي مو معقول. هي صاحبنا أبو عبدو وهي جارو أبو حدو، بدن يحكوا لنا شو عندن كل يوم عندن قصة وقول. هي صاحبنا أبو عبدو وهي جارو أبو حدو، بدن يحكوا لنا شو عندن كل يوم عندن قصة وقول. قصة صغيرة وفيها عبرة، فيها فرحة وفيها عبرة، يا ربي تنصر هالثورة وخلصنا من هالمجنون. قصة صغيرة وفيها عبرة، فيها فرحة وفيها عبرة، يا ربي تنصر هالثورة وخلصنا من هالمجنون.